السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. صح رمضانكم وصح فطوركم. في هذا الفيديو أحببنا خبرنا نتكلم على التشكيلة المتوقعة بقوة للمنتخب الوطني الجزائري تحسبا لملاقاة منتخب بوليفيا. كما على بالكم دائما نحن لا ننطلق من العشوائيات إن صح التعبير، وإنما ننطلق دائما من معطيات تكون على أرض الواقع. لا نقول أن هذه القائمة الرسمية، لا، وإنما القائمة المتوقعة استنادا إلى عدة معايير أبرزها الصور اللي وصلتنا والتركيز الكبير للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على اللاعبين الجدد على غرار غيطان والحاج موسى وإضافة إلى غويري، ويعني كحوصلة يركز على اللاعبين الشبان، وهي رسالة واضحة أن المنتخب مستقبلا سيعرف يعني غربلة كبيرة بالنسبة للتشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني الجزائري، لأنه صعب وصعب جدا أنك تتريي اللاعبين هذو اللاعبين، لأنه تقريبا تشكيلة ثرية وثرية جدا ما شاء الله. حتى أصبحنا نطرح سؤال، وين كنا؟ يعني وين كنا؟ علاش هذو اللاعبين ما شفناهمش كأس إفريقيا؟ صراحة لما تحلل وتشوف كيفاش يلعب أنيس الحاج موسى، كيفاش يلعب رفيق قيطان، كيفاش يلعب يعني مجموعة من اللاعبين، لا أريد أن يعني ننبش في الماضي، لكن صراحة تأسفنا لأن ذو اللاعبين لو كانوا في كأس إفريقيا صراحة راح نديروا حاجة، لأنه طريقة لعبهم يعني ممتازة، طريقة لعبهم يعني جهنمية. لكن للأسف بقينا دائما مركزين على نفس العناصر، يقدموا ولا ما يقدموش، والأمر متعلق أكيد راكم كما تعرفوه. لذلك في هذا الفيديو أقول أنطلق دائما من عدة معطيات أبرزها الواقعية وطريقة لعب فلاديمير بيتكوفيتش لبعض اللاعبين يلعبوا في أنديتهم بنفس خطة وبنفس تكتيك فلاديمير بيتكوفيتش، لذلك أظن راح يتأقلموا بسرعة. على كل حال نفهمكم كل حاجة بالصور بحول الله تعالى. في حراسة المرمى نبدأ به هو الأول، أكيد بما أنه أنطوني موندريا هو الحارس الأول والأساسي للمنتخب الوطني الجزائري في حقبة جمال بالماضي، أكيد بيتكوفيتش راح يحطه على أرض الواقع يشوف الحارس هل يستحق أنه يكون الحارس الأساسي أم لا. لذلك من المتوقع بقوة أنه أنطوني موندريا حارس كون الفرنسي راح يبدأ بشكل أساسي. الخطة اللي راح ننتهجها أحبابنا خاوتنا هي خطة فلاديمير بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا 3-4-3، خطة هجومية محضة. لذلك موندريا في حراسة المرمى، أما في خطة 3-4-3 لا تعتمد على يعني مدافع أيمن ومدافع أيسر، ولما تعتمد على ثلاث لاعبين محوريين والأجنحة الهجومية. لذلك في محور الدفاع اكيد راح يمنح الفرصه ولا راح مرشح بقوه راح يكون عيسى ماندي ورامي بن سبعيني، بالاضافه الى بلعيد اللي لازم ينال الفرصه نتاعو كلاعب محلي، بالاضافه انه ما عدناش يعني صراحه هو وعدنا مداني. لذلك من المرشح بقوه انه راح يشوف بلعيد باعتبار انه هو الاولى باش ينال الفرصه نتاعو، مش معناتها راح يكون هو الاساسي، ممكن نشوفه في جنوب مع جنوب افريقيا، ممكن نشوفه مداني هو اللي يلعب كاساسي، وممكن نشوفهم في زوج. لكن أقول دائما هذا ما أتوقعه استنادا إلى عدة معايير، أعطونا أنتم رأيكم في التعليقات. إذن بن سبعيني راح يكون على الجهة اليسرى، في المحور في اللاكس في الوسط راح يكون عيسى ماندي، على الجهة اليمنى راح يكون بلعيد. هذو اللاعبين ما راحش يطلعوا يحبطوا، وإنما اللاعبين يبقوا يعني ثابتين في المنطقة تاعهم، لأنه كاين اللي يقوم بالأدوار الهجومية وراهم بالشبعة في هذه الخطة. لذلك في المسترجعين أو اللي راح يكونوا في الوسط الميدان سواء الدفاعي أو الهجومي، يعني والله موضوع طويل طويل جدا، لكن حاول دائما نلخص قد ما نقدر. لذلك اللي راح يكونوا على الشق الأيمن الدفاعي والشق الأيمن الهجومي بالنسبة لمنصب منصب وسط ميدان استرجاعي، على الجهة اليسرى راح نشوفوا إسماعيل بن ناصر، وراح الجهة اليمنى راح نشوفوا نبيل بن طالب، لأنهم راح يكون عندهم أدوار هجومية مساعدة الهجوم وعندهم أدوار دفاعية، لأنه راكم على بالكم عندنا فقط ثلاث لاعبين على خط الدفاع. أما على الجهة اليسرى راح نشوفوا ريان آيت نوري بنزعته الهجومية، هنا راح نشوفوا ريان آيت نوري كجناح في ولفرهامبتون، صحيح راح نشوفوه يعني يبدأ كظهير أيمن، لكن ما هو يعني الدفاع نتاعو نقولوا نادر من نشوفوه يدافع، يلعب دائما كرة هجومية ويساعد ويمد هذيك الكثافة العددية في الهجوم. أما على الجهة اليسرى راح نشوفوا الوفد الجديد اللي هو قيطان، رفيق قيطان، ولا راح نشوفوه على الجهة اليمنى. لماذا؟ لأنه رفيق قيطان هنا راح يلعب الدور نتاع الجناح الأيمن، لكنه راح يلعب كما يلعب في فريقه
في فريق الاستوريل على ما أظن استوريل نعم إذا أخطأ صحوا لي في التعليقات. المهم المعلومة راهي وصلت، لأنه في فريقه يلعب على الجهة اليسرى اليمنى عفوا كجناح، لكن ما يبقاش يلعب كجناح وإنما يدخل إلى خط الوسط. علاش؟ باش ما يجينيش اللي راح يكون يعني جناح يعني أو مهاجم على الجهة اليمنى، واللي راح يكون هو أنيس الحاج موسى اللي هو كما نقوله رياض محرز. لما تشوف أنيس الحاج موسى تفكر رياض محرز في أيام ليستر، السرعة والخفة والرشاقة. على كل حال، لذلك على الجهة اليمنى راح نشوف أنيس الحاج موسى، على الجهة اليسرى ممكن جدا أن نشوفوا أمين قويري، ورأس حربة ممكن جدا أن نشوفه هي إما عمورة أو نشوفه بغداد بونجح، لأنه بيتكوفيتش أحيانا وين يعتمد على رأس حربة كلاسيكي وإنما يعتمد على التغيير في المواقع. لذلك من المرشح أنه يكون في الهجوم راح يكون عمورة وراح يكون قويري وراح يكون الحاج موسى يعني، وفي صناعة اللعب راح نشوفه الجيطان راح يدخل لصناعة اللعب ويدخل أيضا على الجناح لما الحاج موسى يدخل إلى منطقة 18 متر. هنا الجيطان عنده شيئين، سواء يصنع اللعب ويخلي الحاج موسى هو ليلعب كمهاجم على الجهة اليمنى كلاسيكي، أو لما الحاج موسى يدخل للوسط راح نشوفه الجيطان هو اللي راح يكون يلعب على الجهة اليمنى. هذه هي أحبابنا خاوتنا التشكيلة المحتملة بقوة لملاقاة منتخب بوليفيا، ممكن جدا يخليها لملاقاة منتخب جنوب إفريقيا. أما مع بداية الشوط الثاني راح نشوفوا عدة تغييرات، أكيد راح يتفهموا على 6 أو 7 تغييرات. ممكن نشوفوا دخول فارس شيبي لأنه أكيد حيخليه المباراة الثانية، ممكن نشوفه ياسين بنزية أيضا يأخذ فرصة نتاعو، ممكن نشوفه أدم زرقان يدي أيضا الفرصة نتاعو، ونشوفه يعني عدة لاعبين، لأنه راح تقسم القائمة على 2، أولى راح تبدأ بها كأساسي مع منتخب بوليفيا والثانية راح تكون مع منتخب جنوب إفريقيا. يعني أنا أفضل القائمة الأولى أو التشكيلة الأولى هي اللي راح تقابل منتخب بوليفيا، لأنه تقدر تعرف المهارات الحقيقية، لأنه تقريبا طريقة اللعب تختلف. أما بالنسبة للاعبين التوعنا اللي موالفين بالأفريق تقدر تشوفهم مع منتخب جنوب إفريقيا، لأنه طريقة لعب أوروبي أكيد أفريق جيطان الحاج موسى في أول مباراة مع منتخب إفريقي، ولو أنه الأجواء تقريبا تقول راهي كما أوروبا، حتى منتخب جنوب إفريقيا ما عندوش يعني مشكل في طريقة اللعب، يعني حتى هو يلعب كرة جميلة لكن يبقى دائما يتميز بالكرة الإفريقية، لذلك راح يلقاو اختلاف تام في طريقة اللعب. لذلك أنا أفضل نشوف الحاج موسى ورفيق جيطان مع منتخب بوليفيا، هو من أمريكا اللاتينية يعني يلعب كرة أوروبية، لذلك نقدر نوقفوا على إمكانيات الحاج موسى. بالنسبة لعوار لحد الساعة مازال ما شفناش، بن رحمة أكيد راح يكون عنده الفرصة أمام جنوب إفريقيا لأنه العائد من إصابة، ممكن نشوفه أيضا دخول منصف بقرار، ممكن نشوفه دخول مداني، لكن على العموم راح تكون القائمة مقسومة إلى قسمين أو تشكيلة تبدأ هي أساسية، تشكيلة تبدأ أمام منتخب بوليفيا والبقية يدخلوا أمام منتخب جنوب إفريقيا، وراح نخصص لها فيديو بحول الله تعالى. شاركونا برأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله.